عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. الثانية لمسفر بن مبارك بمسفر الشهواني، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركته نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في صباح هذا اليوم وضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، حيث منافسات الكبار في صباح هذا اليوم سن الثنايا ومدار الثمانية كيلو متر. نتابع تحديات هذا الصباح في هذا المهرجان مع شعارات أبناء القبائل. نصل إلى انطلاقة خامس أشواطنا الصباحية، شوط للثنائي الأبكار، وجائزة هذا الشوط نيسان بترول إكس إي مقدمة كهدية لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لكل الأسماء والشعارات المنطلقة في هذا الشوط. نسير معكم لنتابع كل التحدي والمنافسة في عالم الأصالة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط مع تحديات الظبي المدشنة لعالم الإذاعة والمنطلقة في منافسات خامس الأشواط بشعار محمد بن عتيق بزيتون المهيري. يقدم لنا المجازف الظبي على مقدمة هذا الشوط وعلى البداية الأولى، بينما النقلة إلى المركز الثاني لنتابع التواجد والانطلاق من ترحيب بشعار راشد بن عبد الله آل شافي، من يقدم لنا شعاره ويقدم ترحيب في هذا الاندفاع الجميل. بينما على المركز الثالث نتابع التواجد هناك من شفوق القادمة بشعار سعيد بن منان بن غدير الاكتبي، من يقدم لنا شفوق على مستوى المركز الثالث وفي رابع المراكز. وتابع التقدم من الشايبة خليفة بن سلطان بن ضابط الضابط الدوسري، يأتي مع المركز الرابع من خلال تقدم الشايبة. وفي المركز الخامس أتابع الاسم القادم، هذه مشاهدينا الكرام الكوارث، والله يرنا من الكوارث القادمة بشعار شرقي من حمودة بالزفنة الحارسوسي، من يقدم لنا شعار خطف أيضا رمز في هذا المهرجان، يحضر من خلال هذا الانطلاق المميز مع تحديات سن ثنايا. هذه الخمسة المراكز والخمسة الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، كما نتابع أيضا أسماء قادمة وشعارات مندفعة في مسار وتحديات هذا الشوط مع اندفاع الثمانية كيلو متر. الجائزة نيسان بترول إكسي مقدمة في تحديات ومنافسات هذا الشوط، ومادة الزعفران بالانتظار. يا سلام، أجواء رياضية، تحديات مميزة وانطلاق جميل هنا في مهرجان الأمير الوالد في هذا الحضور الخليجي الكبير اللي شاهده من خلال هذه المشاركة الفعالة بالفعل هنا على أرضية ميدان الشحانية. ما شاء الله، رباعية المقدمة تسير بتحديات هذا المسار الجميل في هذا الاندفاع، في هذا التحدي، في هذه المنافسة الحاضرة من كافة الشعارات المنطلقة والتي أتت من أجل الفوز، من أجل الانتصار. هذه المقدمة اللي شاهدها في هذه اللحظات مع شايبة على صدارة الشوط خليفة بن سلطان الضابط الدوسري، من يقدم الشايبة على المركز الأول على الصدارة على البداية الأولى، بينما في المركز الثاني المركز الثاني مشاهدينا الكرام، متابع من الجانب اليمين التواجد في هذا الاندفاع في هذا المسار في هذا الانطلاق من ترحيب لراشد بن عبد الله بن راشد بن حمود الشافي، من يقدم لنا ترحيب على مستوى المركز الثاني والثالث المراكز. هذه الكوارث القادمه بتحديات الحرسوسي واندفاعات هذا الشعار الشرقي بن حموده بالزفنه الحرسوسي، ياتي مع المركز الثالث من خلال هذه الانطلاقه ومسار ومنافسات هذا الشوط. والظبي على المركز الرابع تتقدم
قدم بشعار المجازف محمد بن عتيق بن زيتون. المهيري قادم من خلال قدوم الظبي على المركز الرابع وخامس. المراكز زيادة القدوم في هذه اللحظات والوصول من طيف، وصلت بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، يصل هنا شعار صعب المضمرين، يتقدم من خلال تقدم طيف على المركز الخامس وبدأ تغير إلى رابع المراكز. لنشاهد في هذه اللحظات كوكبة خماسية تتصدر المشهد وتسير مع منافسات هذا الشوط، بدأت تنعزل عن بقية الأسماء في تحدي في منافسة في إثارة على مدار 8 كيلومترات. ولكن إذا شاهدنا خلف الفايف ستار نتابع معكم أسماء، نتابع شعارات قادمة ومندفعة في هذا الانطلاق الكبير مع سن ثنايا. العودة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى البداية، لنتابع التغيير السريع على مقدمة الشوط والتبادل للمراكز هنا من أجل الوصول إلى مركز القمة، إلى مركز الصدارة، المركز المرموق والذي يعشقه كل الملاك والمضمرين. لوحة 4 كيلومترات، لوحة انتصاف المسافة والأربع كيلومتر المتبقية من عمر هذا الشوط في تحديات البداية. يسير شعار الحرسوسي يتقدم من خلال تقدم الكوارث على المقدمة على الصدارة الشرقي بن حمودة بالزفنة. الحرسوسي من يقدم شعاره، يقدم البداية الأولى من خلال تقدم الكوارث على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما في المركز الثاني أتابع التواجد من الشايبة المتقدمة بشعار خليفة بن سلطان الضابط الدوسري باحثا عن ناموس هذا الشوط من خلال انطلاقة الشايبة. ومن الجانب اليمين يأتي الاندفاع، يأتي التواجد والانطلاق المميز هناك من طيف الحاضرة بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم انطلاقة طيف في هذا الشوط. وأتابع الظبي، يا سلام يا الظبي الحاضرة في هذا الاندفاع بحضور شعار محمد بن عتيق بن زيتون. المهيري من يقدم انطلاقة الظبي في هذا الانطلاق المميز. ناخذ المركز الخامس، خماسية هذا المسار الجميل تكتمل مع اندفاعة تراحيب راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي من يقدم انطلاقة تراحيب مع المركز الخامس. هكذا الندى مشاهدينا الكرام يسير مع هذه اللحظات، مع هذه الانطلاقة ومع هذه الأسماء المتصدرة في هذا الشوط حتى هذه اللحظة. الباحثة عن السيارة، الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الزعفران في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه على أرضية ميدان الشحانية، على أرضية ميدان التحدي، حيث التحدي يحضر دائما في عالم الأصالة. هذه الانطلاقات والتحديات المميزة نصفها لكم من هنا من ميدان الشحانية. الله 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 الله، يسير الشوط مع هذه اللحظات مع انطلاقة طيف التي بدأت تغير الأمور، بدأت تتقدم بشعار بن مرخان بشعار الصعب، يأتي هنا من خلال هذه الانطلاقة من خلال هذا الاندفاع الجميل. هذه طيف على مقدمة الشوط، محمد بن سلطان بن مرخان الاكتب الحاضر هنا والمتابع لانطلاقات طيف واندفاعات طيف مع الصدارة مع البداية الأولى، بينما في المركز الثاني يتابع الانطلاق من تراحيب لراشد بن عبد الله بن راشد آل شافي من يقدم تراحيب. ولكن من الجانب اليمين الظبي تتواجد هنا بشعار محمد بن عتيق بن زيتون. المهيري غيرت إلى المركز الثاني والمركز الثالث، هنا التواجد من تراحيب بشعار راشد بن عبد الله بن حمود الشافي. والمركز الرابع شعار الحرسوسي متواجد من خلال تقدم الكوارث الشرقي بن حمود بن زفنة. الحرسوسي يبحث عن ناموس آخر في هذا المهرجان من خلال تقدم شعاره. وناخذ المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدين الأعزاء، وتابع التواجد وتابع الانطلاق في هذه اللحظات من خلال اندفاعة الشايبة خليفة بن سلطان بن ضابط الضابط
ثوابت الدوسري يأتي هنا مع المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الأسماء الخمسة المتقدمة، الأسماء الخمسة المندفعة في هذا المسار الجميل. وأتابع أسماء بدأت تقترب في هذه اللحظات، بدأت تتقدم في هذا التنافس الجميل. ولكن وين البداية؟ وين المقدم الصدارة؟ طيف، طيف مع مقدمة الشوط، بدأت تسير مع فارق جميل، بدأت تؤمن الموقف بشعار صعب المضمرين. من يقدم لنا طيف والتحديات هذا الاندفاع الجميل؟ يقدم لنا طيف في هذا الاندفاع في هذا المسار الجميل. شوف هذا الانطلاق 1500 متر عن خط النهاية، وطيف نشاهدها ونشاهد انطلاقتها، وهذا هو الفارق، وهذه هي المسافة عبر شاشة قناة الريان الفضائية في الكادر السفلي بشعار بن مرخان. والمركز الثاني بدأت تتحرك تراحيب لراشد بن عبد الله بن راشد آل شافي. من يقدم شعاره؟ يقدم تراحيب، ولكن الحرسوسي بدأ يقدم الكوارث في هذه اللحظات. بدأت الأوامر الطفيفة من شعار الحرسوسي الذي يقدم لنا اندفاعات الكوارث الشرقي بن حمود بن زفنة. الحرسوسي قادم على المركز الثاني وثالث المراكز. هناك التواجد من ترحيب لراشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي. والمركز الرابع الظبي قادمة بشعار بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الخامس هناك التواجد من متعبة لعبد المحسن بن شافي بن عبد المحسن الجفلياتي هنا، وبدأ يقدم شعاره، بدأ يقدم متعبه، بدأ يلحق بركب الصداره ما شاء الله من الجانب اليمين. شوف الاندفاع، شوف التجاوز، شوف الانطلاق. الله 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 الله، الحزام الاخضر يحمل كل التحديات، كل المنافسه، 800 متر الاخيره. ولكن هنا طيف العصا في الابطان، لا زال بن مرخان بهدوء اعصابه يتقدم مع البدايه مع الصداره. الله الله على الاداء الجميل، بدأت الاوامر، بدأ التعليمات، بدأ الهجوم، بدأت المنافسة. شوف الاندفاع والحضور من ترحيب على المركز الثاني، بدأت تغير، والحرسوسي يقدم الكوارث. ومن الجانب اليمين متعبة طيف مع المركز الرابع مع بن مرخان. ولكن شوف الانطلاق، الله 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 الله، طار الحرسوسي بناموسي هذا الشوط، انطلق بالتحديات الأخيرة، انطلق في هذه الإثارة. الله 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 على الأداء الجميل. أهالي الهير بالفعل يحضرون هنا في هذا المسار المميز. وسلام يا الحرسوسي، يضيف نقطة أخرى في هذا المهرجان، يضيف تحدياته وإنجازاته. شوف الكوارث، الله الله الله، هذه كارثة ركض وليست كارثة من الكوارث الطبيعية. يا سلام يا الحرسوسي، سلام إلى دولة الإمارات، سلام يا أهالي الهير، سلام يا الحرسوسي، سلام التي انتزعت السيارة وناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني ترى رحيب لراشد بن عبد الله بن حمود آل شافي، والمركز الثالث كان الوصول من طيف لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت الظبي لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب متعبة لعبد المحسن بن شافي بن عبد المحسن الجفن. تابعنا هذا الشوط وانطلاقات الكوارث التي حظت على الفوز والانتصار من ميدان الشحانية. وفي هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، لا تهدي السلامات إلى أهالي الهير. مشكور يا الحرسوسي، لحظة الوصول إلى خط النهاية ناخذ التوقيت الزمني مع انطلاقات الكوارث 12 دقيقة 45 68 جزء من الثانية هو التوقيت المسجل مع انطلاقات هذا الشوط. تهانينا للشرقي بن حمود بن زفن الحرسوسي على فوز الكوارث وانتزاعها ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام ترحيب وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 46 90 جزءا من الثانية. تهانينا لراشد بن عبد الله بن راشد بن حمود الشافي على فوز ترحيب المركز الثاني. اما ثالث المراكز، المركز الثالث من وصلت طيف بشعار بن مرخان، هذه لحظة الوصول، التوقيت الزمني هو 12 دقيقة 51 50 جزءا من الثاني. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان على فوز طيف بالمركز الثالث. تهانينا.